فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين ما زلنا نتأمل ونتدبر في اسم الله تعالى الضار النافع. سؤال قد يتبادر للذهن يا مولانا لماذا يأتي الاسمان دائما معا الضار النافع ولا يذكر أي منهما منفردا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله السلام. وصحبه وبعد. نعم هو يعني يكره أو لا يحبذ أن يذكر اسم الضار منفردا عن النافع كبقية الأسماء الأخرى مثلا الخالق الرازق ولكن يذكر معا أو معه دائما النافع لأن لو ذكر الضار قد فقط مستقلا قد نفهم أن النافع ده أيضا يمكن يعني مش مش هو الله فليس هو الله وبالتالي أقع في يعني قريب من الشرك بالله نعتقد أن هناك نافعين آخرين مع الله أه. مع الله فإذا لما اسمين يقترنان معا أول حاجة أو أول فائدة من, 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 من الفوائد أنني أعتقد أن أيضا النافع هو الله سبحانه وتعالى إذا كان الضار هو الله وليس شخص آخر أعتقد أن النافع كذلك حتى لا أعتقد أن الذي يضرني هو الله بينما الذي ينفعني قد يكون الله وغير الله سبحانه وتعالى. م. ولذلك قالوا ان اقتران الاسمين هو دلاله على التوحيد. م. دلاله على التوحيد بمعنى هو واحد فقط الذي يرسل يضر وينفع يضر ويمفع. هو واحد فقط. اذا ذكرنا يا مولانا فيما سبق ان النفع والضرر من الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب ماذا عن الصديق؟ الذي يضر بصديقه المدير الذي ينفع موظفيه والناس بتبذل مجهود كبير جدا لارضاء هذا المدير اعتقادا منهم ان هو بينفعهم او يدخلوا في عداوه مع شخص ظنا ان هو بيضرهم. هو يعني هذه قضيه عميقه جدا حقيقه اللي هي عمليه الاسباب والمسببات. آه. طبعا للمذهب الاشعري ايضا في هذا انظار يعني شديدة الأدب مع الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت استطاعوا أن يعقلنوها يبرهن عليها بالحس وبالعقل آه. فالله سبحانه وتعالى لو أنا صديق اعتدى علي نعم أنا أعرف أن هذا الصديق اعتدى علي أولاً أنا مأمور بأن أدافع عن نفسي مع أن أخذ الأسباب وما استطعت إلى ذلك سبيلاً, سبيلاً. لكن اعتقد ان هذا مرسل من الله وان هذا الصديق ليس الا اداه سبب في سبب في يد الاقدار ينفذ بها المقدور لكن دائما الاضرار ما تصل الى العبد والمنافع عن طريق دائما ما تصل عن طريق اسباب انما الامام الغزالي او ده برضه يعني خلاف هل الاسباب لها دخل ودور في إنتاج المسببات ولا الأسباب دي مجرد وسائل تأتمر بالأمر الإلهي أن تفعل أو لا تفعل م. خلينا نضرب مثل هو دائما يعني الإمام الغزالي يضرب مثل وإحنا علمنا هذا م. أنه النار حين يلامسها قطن أو شيء يحترق يحدث احتراق طيب هو المسألة هل حضرتك تعتقد أن النار بذاتها هي التي احرقت الورق والقطن ولا بتؤمر بهذا ولا في فاعل اخر في فاعل اخر هو الذي فعل الاحتراق ولكن عند ملاقاه النار بهذا الشيء. خلينا نفهم عمليه السببيه دي فيها ثلاث عناصر في عنصر الف اللي هو السبب ونضرب له مثل بالنار او الفلاسفه يسمونها العله مثلا العله هي السبب طبعا اه هي العله او السبب اه حتى المبحث اسمه قضيه العليه آه. او قضيه السببيه عشان تسهل على الناس آه. يعني هي نفس الكلمه ده ده العنصر الاول العنصر الثاني الاحتراق الاشتعال وده محسوس ما حدش يقدر يتكلم فيه م. والاولانيه محسوسه ما حدش يقدر يتكلم فيها لكن العنصر الثالث اللي هو الربط اللي بين الاثنين يعني الـ 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 هل الربط اللي بين الاثنين ربط حتمي ضروري لازم بحيث انه أن الاحراق في النار الذاتي فيها وبحيث انها كلما لاقت ما تحرقه يحدث الاشتعال ولا هناك امر اخر هنا برضه حتلاقي المعتزلة م. يقولون ان الله اودع في بعض الاجسام قوة هذه القوة هي التي تفعل هذا الكلام لكن ايضا هذه القوة يعني بنروح نشوف في بعض الامثله ندور لا ده في امثله كثيره امثله كثيره جدا فالغزالي بيقول لك يعني احترس لا تظن ان النار هي التي تفعل الاحتراق والاشتعال في القطن او في الورق القابل للاشتعال قال الإمام الغزالي وهو يرد على الفلاسفة يقول لهم أنا أعترف تماما أنه لا إنكار للنار كسبب لا إنكار للنار كسبب لأن الحس والدليل بتاعي خلاص انتهى أدلة الحس وما يقدرش الدليل الظاهرة الثانية اللي هي الاحتراق أيضا دليلها الحس أنا أراها فإذا لا يستطيع أن يتشكك فيها ولكن قال لهم قولي قولوا لي أين دليلكم على أن النار هي التي فعلت الاحتراق في القطن أو لم تفعل في أمثلة أخرى آه فعلت أو لم تفعل آه. أين دليلكم على ذلك آه. حتى تقولوا أن لا بد من أن النار تحرق فطبعا ليس أمام الفلاسفة إلا أن قالوا دليلنا أنه كلما حدثت الـ الـ النار ولامست القطن حدث كذا فمحل النزاع كما يقول الإمام الغزالي ليس تجاور ظاهرتين م. كلنا متفقين عليها وإنما محل النزاع هو العلاقة ما هي نوع العلاقة بين الظاهرة الأولى والظاهرة الثانية أين دليلكم على أن الظاهرة الأولى فاعلة في الثانية. الليل احترق. الليل احترق. آه. أخير الظاهرة الثانية اللي هي الاحتراق اللي هي الاحتراق الظاهرة الأولى هي النار اه النور النار طبعا آه. وهو معترف بها طبعا هو قال عندي ظاهرتين احنا كلنا متفقين انما انا ك يقول ك... عن نفسه انا كمفكر ك... اقول ان هاتان الظاهرتان حين تلتقيان يحدث من فاعل اخر عملية الاشتعال وقال لهم طيب يعني انتم الان تثبتوا للنار إرادة وعلم وقدرة مع أن النار دي جماد وهي جماد, جماد يعني وربنا سبحانه وتعالى قال لها كوني بردا وسلاما بالضبط جاب الشرق. الأمثلة الثانية آه. وده بس بقى للمؤمنين مش للآخرين ده للمؤمنين لأن الآخرين لا يؤمنوا لا بقرآن ولا بي. فقال لهم طيب احنا يعني أنتم ناس مؤمنين وإحنا كلنا يعني مؤمنين بالله وبقدرته إذا كانت النار ذاتية ذاتيه وما بالذات لا يتخلف قاعده عقليه اي شيء بالذات لا يتخلف يعني الصفات الذاتيه لا يمكن تلاقي الموصوف مره متخلى عنها لا تكون ذاتيه تكون عرضيه فقال لهم ما بالذات لا يتخلف وانتم تقولون او تؤمنون بهذه القاعده اذا كان الاحراق ذاتي في النار قولوا لنا كيف انها حين القي سيدنا ابراهيم عليه السلام خرج سليما في جحيم منها من النار ومع ذلك اوحي اليها او قيل لها كوني بردا وسلاما وتمتع بها مش يعني كفه إذا تمتع بها بردا وسلاما على ابراهيم فلولا ان هناك من يقول لها احرقي او كفي عن الأحرام انطلق الامام الغزالي من فين مم. من ان الفاعل في هذا الكون منحصر في واحد ربنا سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى مم. وبعدين ضرب مثل اخر وهو ان قال لهم افهموا هذا من مثال القلم في يد الكاتب هل القلم هو الذي يفعل الكتابه هو اللي يكتب اللي بيفعل الكتابه ليس هو القلم وانما هو الكاتب مم. يحركه حين يريد فتظهر الكتابه يوقفه حين يشاء فتنقضي على الكتابة فالمثال القلم ده فعلا مجنون اللي يقول والله هو القلم اللي هو اللي بيكتب خلاص أسيبه يكتب بك خلاص مش ممكن فمعنى هذا أنه هو يريد أن التوحيد المطلق القدرة أنك لا تعتقد أن في هذا الكون كائنا ما كان وكائنا من كان أن له سلطة أو قدرة إلا ما قدره الله ويجريه عليه يقول الله تعالى في سورة البقرة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون المصيبة كما نعلم هي نوع من الضرر ما المطلوب من المؤمن أن يفعل إذا أصابته مصيبة أو ضرر؟ نعم هذه الآية مدحت من يقول ذلك وأجابت ربما على سؤالنا وهو أن هؤلاء حين تصيبهم المصيبة يتذكرون أن الكل من الله فهذا من الله وهم أصلا لله ثم إنهم راجعون إليه فسوف يلقون ثوابا وجزاء عما أصابهم وربنا سبحانه وتعالى بيقول وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشرهم بإيه؟ طبعا ده يعني بالجنة وبمنازل عليا في الجنة للصابرين يعني ليست دخول الجنة فقط يعني وده محسوب دائما شوف الصبر والصابرين وربنا حتى يعني تسمى بهذا الصبور ودائما يعني اللي جرب الصبر عرف أنه منافعه يعني حميدة جدا وأنه مآله يعني يلغي كل الآلام التي صبر عليها ماذا عن الصابرين من أهل غزة يا مولانا؟ ماذا ينتظرون في الجنة؟ والله هؤلاء لهم يعني أعتقد أنهم لهم أعلى الجنان طبعا لا تألى على الله سبحانه وتعالى ولكن هو وعد هؤلاء الذين يقدمون أرواحهم أو يقتلون أو يعني يقتلون أو يخرجون من ديارهم ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا ونزلت فيه ما زلت ما فعلوه إلا قليل منهم ال ال يعني جعل الإخراج حتى من الديار نظير القتل ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم يعني والاثنين موجودين دلوقتي اتنين زي بنزل. بعض دايما م. تخير بين متساويين م. فكان الـ الـ يعني الاخراج من هم اجتمع عليهم الاثنين القتل والاخراج من من الديار ولكن يعني ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ابدا والله يعني لن تمر هذه الامور هكذا سبحانه وتعالى هو عدل وهو نصير المظلومين وخاصه حين لا يجد هؤلاء الضعفاء من ينصرهم. فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات الوفيرة أحبائنا الكرام حتى نلتقي وإياكم مع الإمام الطيب في حلقة مقبلة بإذن الله نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.